شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد السرعاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من قناة النادي الأهلي وصالة الأمير عبد الله الفيصل، ونقل آخر الجولات في الدور الترتيبي لدور السوبر موسم 23-24 الأهلي وسموحة بطل الدوري المرتبط لموسم 23-24 أمام الوصيف نادي سموحة. على بركة الله تشكيل فريق النادي الأهلي اليوم: القيادة الفنية للسينيور أوجستي جولبي بوش، عيسى ليونز، إيهاب أمين، عمرو الجندي، مروان سرحان، الكابيتان وسيف سمير، كيجو، كريم حاتم، أحمد مهيب، محمد طارق خيري، أبو النصر، عمر عماد جودزيلا وعمر طارق. ده تشكيل نادي الأهلي اليوم. أما تشكيل نادي فريق سموحة: أحمد عمارة، مازل عزازي، مازل المصري، إبراهيم خالد، رؤوف صفواني، شهاب الدين، علي أحمد فودة، نور طلال، الحلواني، محمد وائل، أحمد سليمان وخنكة. والقادة الفنية للكوتش تامر مصطفى. دي أحداد على روح فقيد الرياضة المصرية السيد العمري فاروق العمري، وزير الشباب والرياضة السابق ونائب رئيس النادي الأهلي. غفر الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان. حكام لقاء اليوم: الكابتن محمود جمال، الكابتن خالد أحمد، والحكم الأسباني أوريال، اللي تاني مباراة لي هي مباراة الأهلي وسموحة، والمباراة الأولى كانت أمام الطيران ومصر للتأمين. على بركة الله. جامبو الأول والحيازة التبادلية تذهب إلى النادي الأهلي. الستارت لاين أب للنادي الأهلي اليوم: عيسى ليونز، إيهاب أمين، كيجو، أبو النصر. ده خماسي اللي بدأ بيه كوتش أو السينيور أوجستي. بداية اللقاء مروان سرحان هو الخامس، عيسى ليونز في بداية الهجمة في المان تو مان، على طول يتولى رقابته محمد وائل، درايف عيسى يطلع على طول بيهايند باك باس كده لكيجو، لكن تتخطف منه على طول وفص بريك سريع تروح على طول للعزازي. العزازي في أولى الثلاثيات ينجح في تسجيل أولى المحاولات عشان تصبح النتيجة 3 لا شيء لصالح نادي سموحة. عيسى ليونز، لسه عيسى يتحكم في الكرة، يسلم على طول للبوب إيهاب أمين. إيهاب ياخد سكرين لكيجو في الوان ان وان، لسه البوب يعمل الدرايف على الميديم شوت، شوت نجح في تسجيل أولى الثنائيات وأولى المحاولات للأهلي والأهلوية عشان يضيق الفارق إلى نقطة وحيدة. إيهاب أمين يبدأ الهجمة على طول، محمد وائل يتعمل له سكرين كده من أحمد فودة، يسلم لإبراهيم خالد، صفواني يروح بالدرايف تراي واحد على واحد، يصل إلى الباسكت لا يسجل على طول، ديفنسيف ريباوند رائع من إيهاب أمين. إيهاب في الأول زاوية، إيهاب لسه، إيهاب ميديام، إيهاب شوت، إيهاب لا يسجل. مروان سرحان سكند شانس يروح ويطلع وينجح في تسجيل أولى نقاطه ورابع النقاط للأهلي والأهلوية في بداية أحداث كوارتر أول من النادي الأهلي ونادي سموحة. يستلم على طول صفواني، يسلم بالهاند أوف لوائل، وائل في 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 بوينت يوسع الفارق إلى نقطة واحدة لصالح نادي سموحة. تعطيل كده يعني حكم بيوقف المباراة. زي ما قلت لحضراتكم حكام اللقاء النهارده كابتن محمود جمال، كابتن خالد احمد، اوريال من اسبانيا يعمل بمصر، استعانت به لجنه الحكام لهذا الموسم، وده تاني اللقاءات لي. اللقاء الاول كان الطيران ومصر للتامين ويبلغ من العمر 40 عاما. يستلم على طول ابو النصر، يستلم لعيسى، عيسى بالبيك اند رول مع كيجو، كيجو في السكيب باس اكسترا باس هنا عند مروان سرحان على الاوبن شوت لا يسجل، تراي كده على الباسكت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم وائل على طول ويسلم لصفواني، صفواني يهدى بملعبه، صفواني يسلم لفوده، فوده لوائل مره ثانيه، لسه وائل في بدايه الهجمه لعزازي، ياخد سكرين من فوده، لسه عزازي يقلب الملعب الناحيه الثانيه لابراهيم خالد، ابراهيم خالد على الاوبن شوت في الميديم لا يسجل، كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لعيسى، عيسى يبدا الهجمه في السيت بلاي، عيسى لكيجو، لعيسى مرة تانية فتح له على طول إيهاب، إيهاب في الدرايف على الميديم التالتة الإيهاب ينجح في تسجيلها، إيهاب نقطتين كمان ينجح في تسجيلهم يجعل التقدم أحمر أهلاوي بفارق النقطة 7-6 للأهلي والأهلوية.
في توقف وحوار ما بين كابتن محمود جمال وكابتن خالد أحمد. واضح ان في حاجة. القيادة الفنية كوتش لفريق سموحة كوتش تامر مصطفى، معاوناه كابتن مؤمن ابو العينين كابتن اسامة شوقي، اما الكوتش او القيادة الفنية للنادي الاهلي السنيور اوجوستي جولبي بوش، كابتن احمد الجرحي المدرب العام، كابتن رامي الدياصي المدرب، كابتن طارق الغنام مدير الجهاز، كابتن وليد الخراط اداريا. في توقف، كابتن خالد وكابتن محمود بيخرجوا الفرقتين، في مشاورات ما بين الحكام. هنشوف دلوقتي كابتن محمود جمال، كابتن خالد احمد، كابتن او اوريال من اسبانيا، بعض الاعداد 7-6 لصالح النادي الاهلي. اقول لحضراتكم ترتيب الجدول بعد 6 جولات والنهارده 7 لفرق الدوري، لكن اقول لكم في الاول مباراه اليوم الاهلي وسموحه اللي بننزعها على حضراتكم في ملعب النادي الاهلي، هليوبلس والاتحاد. هليوبلس يستضيف الاتحاد اليوم، سبورتنج يستضيف الزمالك، والجزيره يستضيف الاتصالات. ترتيب جدول الدوري، الاتحاد 6 مباريات لعب 5 فوز هزيمة 1، الاهلي 5 مباريات لعب فاز بال5، مؤجله له مباراه الاهلي والجزيره اللي كانت بتاريخ 26/1/2024 اليوم اللي توفى فيه السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي، اسكن الله فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان. الزمالك ثالثا لعب 6 مباريات فاز ب4 خسر ب2، الاتحاد في المركز الاول ب11 نقطة، الاهلي والزمالك ب10 نقاط. سبورتنج لعب 6 مباريات كسب 4 مباريات خسر مباريتين ب10 نقاط ايضا. سموحه 6 مباريات لعب 2 فوز 4 هزيمة ب8 نقاط. الجزيرة 5 مباريات مؤجل لهم مباراة مع النادي الاهلي ان شاء الله هتلعب يوم 7 فبراير، 5 مباريات لعب فوز مباريتين وهزيمة ب3 مباريات 7 نقاط يمتلكهم. هليوبلس 6 مباريات فاز بمباراة وحيدة خسر 5 ب7 نقاط ايضا. الاتصالات يقبع في المركز الثامن ب6 مباريات 0 فوز و6 هزائم. ان شاء الله بدايه الدور الثاني للمرحله الترتيبيه ان شاء الله يوم الجمعه 1/3/2024 وينتهي في 19/3/2024 ايضا. لازلنا في انتظار يعني استكمال المباراه، 7 دقائق 14 ثانية متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الاول، 7 الاهلي 6 سموحة. نعيد على حضراتكم التشكيل كده سريعا للنادي الاهلي، عيسى ليونز رقم 2، ايهاب امين رقم 4، عمرو الجندي ررقم 5، مروان سرحان رقم 6، الكابيتانو سيف سمير رقم 8، كيجو رقم 10، كريم حاتم رقم 11 بيلعب مع الدرجة الأولى ومصعد من 20 سنة، أحمد مهيب رقم 14، محمد طارق خيري رقم 21 ومصعد أيضا من فريق 18 سنة، محمد أبو النصر رقم 23، عمر عماد الشهير بجودزيلا رقم 24 ومصعد أيضا من فريق تحت 20 سنة، وفي الأخير عمر طارق البيج أو رقم 55. القادة الفنية زي ما قلت لحضراتكم للسينيور أوجوستي جولبي بوش. هنستعرض أيضا تشكيل فريق سموحة، أحمد عمارة 7، مازن العزازي 77، مازن المصري 32، إبراهيم خالد 23، رؤوف صفواني 9، شهاب الدين علي 30، أحمد فودة 1، نور طلال 35، يوسف الحلواني 38، محمد وائل 18، أحمد سليمان 19، وأخيرا أحمد خنكة رقم 10. القيادة الفنية للكوتش تامر مصطفى، يعاونه مؤمن أبو العنين مدرب عام وأسامة شوقي مدرب. التقى الفريقان في نهاية أو في فاينل دوري المرتبط، المباراة الأولى والثانية سواء كان فريق الدرجة الأولى أو فريق المرتبط، استطاع الأهلي تحقيق الفوز وتحقيق لقب 9 في دوري المرتبط والرابع على التوالي لموسم 23/24. نستعرض أيضا مع حضراتكم نتائج فريق النادي الأهلي في الجولة الأولى، الأهلي فاز على هليوبلس 100-61، في الجولة الثانية كان الأهلي يحل ضيفا على الزمالك واستطاع في الثواني الأخيرة
الفوز بنتيجة 70-69، ثم يحل الاتصالات ضيفا عن النادي الأهلي يفوز النادي الأهلي 87-78، ثم الأهلي والجزيرة وهي المباراة المؤجلة، سبورتنج والأهلي في سبورتنج 73-88 الأهلي، والاتحاد والأهلي في الاتحاد 78-84. عدنا إلى المباراة مرة أخرى واستكمال المباراة والحيازة لصالح نادي سموح. محمد وائل يسلم على طول لعزازي، عزازي يطلع على طول لصفواني، وائل مرة تانية مان تو مان للنادي الأهلي، ما زال وائل يعدي بالبيك اند رول ويسلم ويطلع كيك اوت مرة تانية لوائل، وائل على اوبن شوت 3 بوينت التانية لكن لا يسجل، يلم على طول النادي الأهلي عن طريق البوب إيهاب أمين. إيهاب مروان سرحان يقلب على طول سكيب باس عند إيهاب، إيهاب لعيسى، عيسى في البيز لاين يتولى كابتو فودة في الزون ديفنس 2-3، إيهاب أمين من على بعد يشوط لكن لا يسجل، تصل في الأخير إلى عيسى تراي مرة تانية على 3 بوينت لا يسجل أيضا، يلم على طول إبراهيم خالد يسلم الملعب لمحمد وائل، وائل يسلم لصفواني على الأرض وادي أوبن شوت من فودة، فودة ينجح في تسجيل 3 نقاط يجعل التقدم لصالح نادي سموح 9-6، 6 دقائق 25 ثانية متوقعة على نهاية أحداث الفترة الأولى والكوارتر الأول. يستلم على طول على الهاي بوست ويطلع لأبو النصر عيسى ليونز، عيسى على التراي الثاني على الأوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيلها يجعل معها التعادل ونقطة الصفر مرة تانية. يعود نادي سموحة إلى الهجمة، يستلم على طول عزازي، مروان عزازي أو مازن عزازي عفوا، يسلم لوائل، إبراهيم خالد ينتظر السكرين البيك اند رول يروح على طول يصل بشماله لا يسجل، يحاول معه مروان سرحان لكن في الأخير تلمس مروان سرحان وبتطلع أوت سايد بعد تراي كده من أحمد فودة، تلمس مروان سرحان وتطلع أوت سايد. أدي فودة وأدي 3 بوينت الأخيرة اللي نجح في تسجيلها وجعل المقدمة لسموحة، لكن على طول يأتي الرد سريعا من عيسى ليونز اللي بينجح في تسجيل 3 بوينت ويأتي معها أتعب. فودة يسلم على طول لمازن عزازي، مازن ياخد السكرين بالريسكرين، مازن على اوبن شوت 3 بوينت لا يسجل، على طول كيجو في الديفنسيف ريباوند ويسلم لعيسى ليونز، عيسى في الاول زاوية، عيسى راح عيسى لكن لم يسجل عيسى ولكن نجح في الحصول على خطأ شخصي وفاول وتو شوتس لصالح عيسى ليونز. ادي 3 بوينت اللي رد عليها على طول وجاب معها التعادل. عفوا، فري ثرو اول رمية حرة اولى لعيسى ليونز ينجح في التسجيل، فري ثرو تاني ورمية حرة تانية لعيسى ينجح في التسجيل، نقطتين لصالح النادي الاهلي. احمد فودة في بداية الهجمة يسلم لابراهيم خالد بالهاند اوف على طول، ابراهيم يقلب لسه مع الكورة مان تو مان لازال النادي الاهلي، ابراهيم خالد ضغط من النادي الاهلي لكن هنا يعمل التيرن اوفر والباد باص والاوت سايد لصالح الاهلي والاهلاويه. الاوت سايد عيسى ليونز هيطلع الاوت لسه نادي سموحه زون ديفنس 1-2-2. ايهاب امين، مروان سرحان، ايهاب امين بصات سريعه على الثلاثه بونت في البيز لاين من ابو النصر لا يسجل، يلم على طول فوده ويسلم لمازن عزازي، مازن يهدى على ملعب مازن، وقف النادي الاهلي الترانزيشن يسلم على طول لوائل، ترانزيشن ديفنس او الاوفنس تحول من الدفاع الى الهجوم، قدر النادي الاهلي يعطله وبيلعب نادي سموحه السيت بلاي، يقلب على طول لفوده، فوده على الميديم شوت لا يسجل، ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند يهدى على ملعبه ايهاب، يلعب السيت بلاي يسلم لعيسى، عيسى لايهاب في البيز لاين قطع له مروان، كيجو كيجو سيمي هوك لا يسجل، يلم على طول نادي سموحه عن طريق وائل، وائل يسلم لعزازي السكرين حاول معاها كده لكن محمد ابو النصر يرتكب خطا شخصي وفاول واوت سايد لصالح نادي سموح. شوفها مره تانيه
الفاول على كيجو. يستلم على طول مازن. استنى السكرين من فودة. بيك اند رول. لا لسه مضغوط عليه. عزاز يسلم على طول لوائل. وائل اخر ثانيتين. وائل وقف. وائل شوت وائل. لكن اير بول ولا اوتسايد. والحيازة للاهلي والاهلاوية. تغيير في صفوف نادي سموحة. هيخرج. نشوف هيخرج مين اللي نازل. احمد عمارة لاعب رقم 7 من نادي سموحة. شوف خرج مكانه مين. قدام حضراتكم ده الحكم الثالث اوريال من اسبانيا. بدأت الهجمة. عيسى ياخد سكرين. عيسى من كيجو. عيسى درايف على عيسى. عيسى راح وصل لكن في الاخير ينجح في الحصول على فاول وخطأ شخصي على احمد فودة رقم 1 ورميتين حرتين لعيسى ليونز. تو شوتس ورميتين حرتين. تغيير ثاني. هيخرج وائل. هيخرج عفوا رؤوف صفواني. هينزل مكانه شهاب الدين. شهاب الدين علي رقم 30. فري ثرو اول رميه حره اولى ناجحه لعيسى ليونز. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لعيسى. 12 9 ينجح ايضا في التسجيل. فوده يضغط النادي الاهلي. عدى على طول محمد وائل بسكرين. وسكرين مره ثانيه يتولى رقبته ابو النصر. يسلم لعماره. عماره بالسكرين مع فوده. عماره يقف ويسلم لفوده. جيف اند جو. راح عماره وصل عماره. نجح عماره في تسجيل نقطتين اول نقاط المباراه ليه في اول نزول له. ايهاب امين يعدي ايهاب قبل الثمان ثواني. ايهاب في الدرايف واحد على واحد من البيز لاين يصل في الاخير لا ينجح في التسجيل. يلم كيجو يطلع السكيب باس عند ابو النصر. ابو النصر في الاوبن شوت لا يسجل. عمر على طول يلم او ابراهيم خالد يلم ويسلم لوائل. يبدا وائل السيت بلاي. يسلم على طول لشهاب لكن هنا في فاول وخطا شخصي على ابو النصر. اوتسايد لسموح. اوتسايد لسموحه. هيطلع على طول وائل. يسلم لعمارة. عمارة ياخد سكرين من فودة. عمارة في الوان ان وان. عمارة راح وصل لكن في بلوك هنا. لكن في كان في خطأ قبل البلوك بيحتسبه كابتن محمود. اعتقد الخطأ هنشوفه على مين. هل على كيجو ولا الفاول والخطأ الشخصي على كيجو. كده تاني اخطاء الشخصية على مصطفى كيجو. وتو شوت لاحمد عمارة. كابتن تامر مصطفى الكوتش تامر مصطفى. هنشوف التغيير ده قادم لمين. اعتقد هيكون للنادي الاهلي. كيجو هيخرج. مروان سرحان هيخرج. ينزل سيف سمير وينزل عمر طارق. ثلاث دقائق تسع ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الاول. 13 11 لصالح الاهلي والاهلاويه. الجوله السابعه لسموحه والجوله السادسه للنادي الاهلي. مباراه مؤجله للنادي الاهلي مع نادي الجزيره هتتلعب ان شاء الله يوم 7. فري ثرو اول لاحمد عماره غير ناجح لا يسجل. رميه حره ثانيه وفري ثرو ثاني لا يسجل ايضا. ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند لكن هنا بيرتكب معاه فاول وخطا شخصي على رقم 30 شهاب الدين علي. كابتن خالد زي ما ادانا الاشاره. اوتسايد اهلاوي. يستلم على طول ابو النصر. يسلم لعيسى. عيسى السكرين مع سيف سمير. عيسى السكرين لسه رايح. عيسى في درايف واحد على واحد. روح وصل سجل نقطتين ولا اروع عيسى ولا اجمل. ينجح في تسجيل نقطتين لصالح الاهلي والاهلاويه. يضغط على الملعب. يضغط على محمد وائل لكن وائل يسيطر على كورته ويسلم على طول لشهاب الدين علي بالسكرين. لسه شهاب في درايف من الميدل. راح وصل لا يسجل. البيج او على الديفنسيف ريباوند. حاضر يسلم لإيهاب أمين. إيهاب لعيسى. عيسى والوان ان وان. عيسى راح وصل باور لياب لا يسجل. يلم على طول أحمد عمارة. عمارة من سموحة. يبدأ الهجمة عمارة. يسلم لإبراهيم خالد. لعمارة تاني بالهاند أوف. عمارة يحاول يلعب في الوان ان وان.
يستلم مره ثانيه بالسكرين مع فوده، فوده بيك اند رول راح وصل لا يسجل بلوك ولا اروع من البيج او، يستلم على طول سيف سمير في الديفنسيف ريباوند ويسلم لابو النصر، ابو النصر في السيت بلاي ابو النصر. واخد له بوزيشن كده سيف سمير وجي فاند جو ولا اروع باسكت يا راجل، حظ هارد لك يا ابو النصر هارد لك، لكن لعبه من اولها لاخرها حلوه. لكن هنا في ايه؟ في هنا حد احد اللاعبين الحذاء بتاعه اتخلع. شهاب الدين علي حذاؤه اتخلع. ايهاب امين يخرج. ابو النصر يخرج، عمرو الجندي ينزل واحمد مهيب ينزل. شوفها مره ثانيه هنا، بصوا الباصه استغل ابو النصر الباصه صح. الباصه كده قانونيه يا جماعه عشان ما حدش يفتكر انها ايه؟ يعني في حاجه، ادي هنا راح ابو النصر لكن هارد لك لابو النصر. وهنا شهاب الدين علي تم يعني حذاءه اتخلع. وائل يخرج، عزاز ينزل، نور طلال ايضا ينزل من نادي سموحه. يبدا الهجمه النادي الاهلي عن طريق عيسى. عيسى ليونز طلب السكرين، عيسى راح له البيج او. عيسى على الاوبن شوت في 3 بوينت، عيسى روعه الروعه ينجح في تسجيل ثاني الثلاثيات. عيسى ليونز 8 نقاط متقدم بيهم عيسى في جدول ترتيب التوب سكورر حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الاول. تقدم النادي الاهلي 18-11. احمد عماره عايز يرد على طول لا يسجل، يلم على طول عمر طارق يسلم لعيسى، يسلم للجندي، الجندي في الفاست بريك لسه، الجندي يهدى على ملعبه، الجندي سيف سمير جرب حظه سيف شاط سيف لكن لا يسجل. عماره في الديفنسيف ريباوند على طول ويروح في الاول زاويه، عماره يطلع كيك اوت لعزازي، عزازي لعماره في الاكسترا باس من البيز لاين، شوت على الثري بوينت ينجح، لا دي بنقطتين طبقا لاشاره اوريال، دي بنقطتين، دايس على اللاين احمد عماره لكن نجح في التسجيل تحتسب بنقطتين. 18-13 لصالح الاهلي والاهلاويه. وادي خطا شخصي وفاول على عيسى ليونز. 46 سنه متبقيه، شكرا لمخرجنا على الاعاده. دايس على اللاين وكان قريب ليها. الحكم الثالث اوريول من اسبانيا اللي احتسبها بنقطتين. اوتسايد اهلاوي. 46 سنه متوقعه على نهايه احداث كوارتر اول. سيف سمير السكيب باس عند الجندي، الجندي وثلاثات الجندي، راح الجندي سجل الجندي اولى اللمسات اولى الثلاثيات لعمرو الجندي ينجح في تسجيلها يوسع الفارق الى 21-13. تايم اوت هذا ام تغيير؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي بعد الاعاده. شكرا لمخرجنا على الاعاده. هل هو تايم اوت؟ واحد وعشرين 13 لصالح النادي الاهلي. ثلاثيه عمرو الجندي، ثلاثيتين سجلهم عيسى ليونز وتجعل المقدمه حمراء للاهلي والاهلاويه 21-13. تايم اوت يطلبه كوتش تامر مصطفى. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا تاني بعد انتهاء التايم اوت. الكرة في حيازة نادي سموحة. اخر 30 ثانية في عمره احداث الكوارتر الاول. احمد عمارة يسلم على طول لكن هنا تيرن اوفر وواد باص واوتسايد لصالح الاهلي والاهلاوي. اوتسايد اهلاوي. طبعا متواجد في المقصورة الدكتور هشام العمري الشقيق الأصغر للمغفور له بإذن الله السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة السابق
رحم الله الفقيد واسكنه الله فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان. عيسى ليونز يبدا الهجمه. عيسى في الثواني الاخيره، لسه عيسى الثواني الاخيره في عمر الكوارتر الاول، لسه عيسى يدور على مهيب، مهيب راح له بالسكرين، عيسى هو اللي هيفنش وهيخلص الهجمه الاخيره في اخرها. قلب الناحيه الثانيه على طول لسيف، سيف على الاوبن شوت لكن لا يسجل، يلم على طول المصري لكن في الاخير تاتي مع صفره انتهاء احداث كوارتر اول بتقدم النادي الاهلي 21-16. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث وعمر الكوارتر الاول والثاني ونعود اليكم سريعا. على طول كريم حاتم في اولى المشاركات لكريم حاتم في احداث هذه المباراه. يستلم على طول الجندي، يسلم لمهيب، مهيب على الاوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول احمد عماره. عماره يبدا الهجمه. سيت بلاي عماره مان تو مان النادي الاهلي، يسلم على طول بالسكرين لصفواني، يقلب الملعب لفوده، فوده لعماره، باصات سريعه تنتهي عند صفواني، ياخذ السكرين من مازن المصري، صفواني في درايف واحد على واحد يروح يصل في الاخير لا ينجح في التسجيل، يلم على طول البيج او عمر طارق. يسلم على طول لكريم حاتم في مركز البوينت جارد وصانع الالعاب للنادي الاهلي. كريم حاتم لمهيب في البيز لاين، لسه مهيب دفاع قوي من نادي سموحه في ال1 ان 1 سيف سمير الكيك اوت عند مهيب، مهيب بالستيب باك على الاوبن شوت لكن لا يسجل المصري على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد عماره، عماره يعدي يطلع السكيب باس عند عزازي، عزازي في الاوبن شوت لا يسجل، يلم على طول سيف سمير عفوا يسلم للجندي، الجندي والفولو دانك من عمرو عمر طارق لكن حظه وحش ما بيسجلش، فص بريك سريع تصل بالاخير عند فوده لكن ما بينجحش في التسجيل وبيرتكب معاه سيف سمير فاول وخطا شخصي والتو شوتس ورميتين حرتين لاحمد فوده. رميتين حرتين لفوده من سموحه. انتهت احداث الكوارتر الاول بنتيجه 21-16 لصالح الاهلي والاهلاويه، 5 نقاط هو الفارق وفوده عنده رميتين حرتين او 2 فري ثرو، الفري ثرو الاول لا يسجل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه. ينجح في التسجيل. ده الفارق الى 4 نقاط. يضغط نادي سموحه 1 2 2 بريس فول كورت. كريم حاتم السكيب باس على طول عند مهيب، ترجع لكريم حاتم مره ثانيه مان تو مان نادي سموحه. كريم يسلم لسيف، سيف لمهيب تحت الباسكت في الوان ان وان عمر طارق ومعاه مازن المصري، يروح عمر طارق بالهوك ينجح في تسجيل اولى نقاطه واولى نقاط احداث الكوارتر الثاني لصالح الاهلي والاهلاويه. 6 نقاط هو الفارق وادي الاعاده مره ثانيه. يبدا نادي سموحه الهجمه، تصل عند عزازي بكندرول مع فوده في الباك لي اب لا يسجل، على طول كريم حاتم يلم يحاول يطلع لكن بيتم اعتراضه بفاول وخطا شخصي. اوريال الاسباني يحتسب فاول على احمد فوده رقم 1 والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي خرج فوده، نزل ابراهيم خالد ونزل ايضا نور طلال بدلا من مازن المصري. بدات الهجمه عند كريم حاتم يتولى رقبته في المان تو مان مازن عزازي. كريم يسلم للجندي، الجندي في الوان ان وان، الجندي في الباك بيفوت، الجندي راح الجندي خد فاول الجندي على رؤوف صفواني ورميتين حرتين تو شوتس لصالح عمرو الجندي. شوف مره ثانيه الباك بيفوت لف نزل ايده هنا رؤوف صفواني، هنا تم احتساب الفاول من كابتن خالد والتو شوتس لصالح عمرو الجندي. فري ثرو اول لعمرو الجندي. ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لعمرو الجندي. ينجح ايضا في التسجيل. احمد عماره من نادي سموحه. مان تو مان يضغط عليه احمد مهيب يسلم على طول. ادي هنا اوبن شوت على الميديم شوت لا يسجل، يحاول معاها الجندي كده لكن تصل لعماره، عماره لصفواني، صفواني لكن بلوك ولا اروع من كريم حاتم يطلع عمرو
عمر طارق. فاست بريك 2-1. عمرو الجندي يسلم لكريم حاتم. للجندي مره ثانيه. الجندي ينتظر السكرين، يسلم لكريم حاتم. كريم على الاوبن شوت. كريم حاتم لا يسجل، حاول معاها كده سيف سمير لكن في الاخير تصل لسموحه عند رؤوف صفواني. صفواني يسلم على طول نور طلال. يبدا الملعب احمد عماره، يبدا الخطه ويبدا الهجمه. عماره في الاوبن شوت لكن تراجع ويسلم لابراهيم. ابراهيم خالد، ابراهيم لصفواني لنور طلال. السكيب باس عند احمد عماره. عماره في الاوبن شوت لكن لا يسجل. ديفنسيف ريباوند ولا اروع من سيف سمير، لكن هنا ترن اوفر على كريم حاتم واوت سايد لصالح النادي نادي سموحه. هيدخل ميدو او محمد وائل بدلا من رؤوف صفواني. تغيير يجري كوتش تامر مصطفى والاوت سايد لصالح نادي سموحه. 14 ثانية جديدة، زمن الهجمة لنادي سموحة. استلم على طول نور طلال، يقلب الملعب لعمارة اللي راجع من إصابة. عمارة في درايف 1-1. عمارة راح وصل لا يسجل، يلم على طول نادي الأهلي. لا، لم عمارة مرة ثانية، يجدد معاه زمن الهجمة ل 14 ثانية. يسلم لإبراهيم خالد كابيتان ونادي سموحة. إبراهيم على الأوبن شوت، إبراهيم لا يسجل. عمرو الجندي يحسم الجدل على طول وينجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند. يسلم لسيف سمير، سيف يرتكز، سيف يطلع، سيف ينجح، سيف يسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي عشان تجعل النتيجه 25-17 للاهلي والاهلاويه. عمرو الجندي بيقول له روح. ميدو او محمد وائل يروح بدرايف 1-1 لا يسجل. الجندي على طول يخبط الكره كده بذكاء شديد على نور طلال ولا اوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي وتغيير في نادي سموحه. نادي سموحه والنادي الاهلي هل هيجروا التغييرات؟ لان انا شايف كريم كده رايح ناحيه كريم يخرج، كريم حاتم يخرج وينزل مكانه ايهاب امين. والاوت سايد للنادي الاهلي دلوقتي هو اللي هيقوم بدور صانع الالعاب ايهاب امين بدل من كريم حاتم. تحت الباسكت لعمر طارق، تراي على الباسكت ما بيسجلش. العزازي على طول في الديفنسيف ريباوند، يعدي في الاول زاويه. العزازي، العزازي درايف 1-1 راح لكن يعمل ترن اوفر بالباد باس. ايهاب امين يعمل الستيل. ايهاب يسلم للجندي، لا سلم في البيس لاين عند مهيب. مهيب في الاوبن شوت لا يسجل. عزازي يعود مره ثانيه والديفنسيف ريباوند ويسلم لمحمد وائل. وائل يبدا الهجمه. وائل لكن هنا في فاول، اوفنسيف فاول على مازن عزازي. اوريال الاسباني يحتسبه والاوتسايد للاهلي والاهلاويه. فاول وخطا شخصي، اوفنسيف فاول او خطا مهاجم على مازن عزازي رقم 77 من نادي سموحه. اوتسايد اهلاوي. استلم على طول ايهاب امين، يتولى كابتن شهاب الدين علي في المان تو مان. لسه ايهاب يسلم لمهيب على 45 تحت لسيف سمير كده طلع له، عمل سكيب باس عند الجندي. الجندي اوبن شوت، الجندي 3 بوينت لكن حظه وحش جدا. تخرج تدخل وتخرج كده، حاول معاه سيف لكن ابراهيم خالد يلم الديفنسيف باوند. الفاس بريك عند شهاب، شهاب الاكسترا باس عند ميدو، يقلب الملعب الناحيه الثانيه للعزازي. العزازي على اوبن شوت لا يسجل. البيج او على الديفنسيف باوند، يهدى على ملعبه ويسلم لايهاب امين. ايهاب بدايه الهجمه. ايهاب لسه نادي سموحه مان تو مان. ايهاب السكرين مع عمر طارق، يحصل التراب، يخبط كده في ميدو وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. يخرج شهاب وينزل صفواني، رؤوف صفواني من نادي سموحه. اوت سايد اهلاوي ويعود احمد فوده رقم واحد ويخرج مكانه نور طلال. يعود نادي سموحه للزون ديفنس او دفاع المنطقه 1-2-2. ايهاب امين في درايف 1-1 يروح ايهاب، ينجح ايهاب، يسجل ايهاب نقطتين كمان عشان يعلي الفارق الى 29-14. نجح نادي الاهلي نجح النادي الاهلي في تسجيل 8 نقاط حتى هذه اللحظات في الكوارتر الثاني، اما نادي سموحه نجح في تسجيل نقطتين في الكوارتر الثاني. فوده 1-1 من البيس لاين في الباك لياب لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عمر طارق. رميتين حرتين
ادي هنا ايهاب امين والدرايف الاخير والاختراق او البنتريشن ينجح في تسجيل النقطتين. فودة على تنفيذ الفري ثرو الاول او الرميه الحره الاولى. فودة لا ينجح في التسجيل عفوا. 4 دقائق 3 ثواني متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لاحمد فودة من سموحه ينجح في التسجيل. يتم تغيير العزازي وينزل مكانه عماره، يخرج مهيب، يخرج سيف، يخرج عمر طارق، ينزل مكانه محمد طارق خيري، مروان سرحان ومصطفى كيجو. بس من سموحه 1-2 1-1. سلم على طول ايهاب لمحمد طارق خيري. محمد يعدي قبل الثمان ثواني، لسه مسيطر على كورته، واحد من نجوم الناشئين تحت 18 سنه دوري المرتبط هذا الموسم. عدى بالسكرين مع كيجو، درايف يسلم على طول للجندي، الجندي يقف على الميديم شوت بالفلوتر شوت لكن لا يسجل، يلم على طول مروان سرحان في السكند شانس، البوب على الاوبن شوت، البوب ينجح في تسجيل 3 نقاط. عمرو ايهاب امين يوسع بيهم الفارق الى 32-16 دبل سكور. ادي ايهاب امين والثري بوينت. تراي على الباسكت من رؤوف صفواني لا يسجل، ديفنسيف ريباوند ولا اروع من كيجو، يسلم لايهاب امين. ايهاب البيهايند باك كده وسيطر على الكره، يقف يلعب ست بلاي مره ثانيه. ايهاب على الاوبن شوت لكن المره دي لا ينجح، يزقها كده محمد طارق خيري للجندي، الجندي على الاوبن شوت لا يسجل ايضا. كيجو سكند شانس حاضر عند كيجو، يسلم للجندي، الجندي بالفلوتر شوت ينجح في الاخير الحصول على خطا شخصي وفاول على احمد عماره رقم 7 من نادي سموحه. تو شوتس للجندي ورميتين حرتين. خطأ على احمد عمارة رقم 7 والرميتين الحرتين لعمرو الجندي. مازن المصري يعود الى ارض الملعب مره ثانيه من نادي سموحه. فري ثرو اول ورميه حره اولى، فاول شوتنج اول لعمرو الجندي ينجح في التسجيل 33-16. لم يسجل نادي سموحه عفوا اي نقاط في احداث الكوارتر الثاني. 34-16 ينجح عمرو الجندي في تسجيل الفري ثرو الثاني والرميه الحره الثانيه لانتهت احداث الكوارتر الاول 21-16 لصالح النادي الاهلي. احمد عماره 34 دلوقتي 16. عماره يطلع الكيك اوت لابراهيم خالد، ابراهيم خالد يسلم تحت الباسكت لمازن المصري، مازن يلف ويرتكز يروح بشماله لا يسجل. ايهاب امين في الديفنسيف راوند ويسلم على طول للجندي، الجندي يقلب الملعب في السكيب باص عند محمد خيري وثلاثات 3 بوينت كده لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول محمد وائل ويسلم لابراهيم خالد بالهاند اوف مع عماره. اخر 2:20 متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني والفتره الثانيه. وائل او ميدو بيك اند رول مع المصري راح بشماله ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني لصالح نادي سموحه، اول نقطتين لنادي سموحه بعد مرور تقريبا 7 دقائق و50 ثانيه. ايهاب لمحمد خيري، خيري ياخد السكرين من كيجو، خيري في الون ان ون على الميديم شوت شوت لا يسجل. كيجو في السكند شانس ولا اروع، لسه مسيطر على الكره، عايز يطلع كيك اوت يخبطها كده تصل في الاخير لعماره يعمل الستيل. عماره في الول زاوي، عماره راح لكن هنا محمد طارق خيري يرتكب معاه فاول وخطا شخصي يحتسبه كابتن محمود جمال الحكم الاول للمباراه رقم 21 محمد طارق خيري. خطا شخصي ورميتين حرتين لاحمد عمر. يخرج ايهاب وعمرو الجندي، ينزل مكانهم عيسى ليونز وايضا محمد ابو النصر. فري ثرو اول لعماره او رميه حره اولى ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لعماره ينجح ايضا في التسجيل. 4 نقاط سجلهم نادي سموحه حتى هذه اللحظات، ونجح النادي الاهلي في تسجيل 13 نقطه. عيسى ليونز يسلم لمروان سرحان، محمد خيري، عيسى مره ثانيه على ال 45 لابو النصر يقلب في الميدل،
وادي هنا الهاي لو البصة من فوق لتحت، لكن ترن اوفر وبات باص كده ما يلحقهاش مصطفى كيجو، تصل يعمل الستيل على طول. صفواني يسلم لميدو او محمد وائل، احمد عماره، عماره ياخد سكرين من المصري، درايف بيك اند رول كده ويروح المصري بالباك لاير، بينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سموحه. يبدا الهجمه الاهلي عن طريق محمد خيري. 22-34 12 نقطه هو الفرق لصالح الاهلي والاهلاويه. الدقيقه الاخيره في احداث وعمر الكوارتر الثاني. كيجو في البيز لاين يسلم على طول لعيسى، عيسى ليونز طلب السكرين من كيجو، راح له من الميدل يسلم على طول لمحمد خيري، محمد على الاوبن شوت، خيري لا يسجل، حاول معاها كده كيجو لكن في الاخير تطول بعيد عنه وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سموح. تايم اوت اعتقد طلبه هنا كوتش تامر مصطفى. 34-22 48 ثانيه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الفتره الثانيه او الكوارتر الثاني. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعادات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. التايم اوت اللي طلبه كوتش تامر مصطفى المدير الفني لنادي سموحه، زي ما حضراتكم شفتوا كده متواجد في المقصوره الرئيسيه لمشاهده المباراه كابتن محمد غزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكابتن خالد العوضي المدير النشاط الرياضي، وكابتن طارق خيري مدير الفني لسيدات كره السله، والابن الاكبر لكابتن طارق مؤمن خيري المصاب يشاهد ايضا المباراه، وكابتن مودي الجرحي مدير الاداري ل الجهاز، وايضا كابتن ابراهيم الجمال مدير فني ال 20 سنه. رجعنا للمباراه مره ثانيه. مازن المصري يسلم على طول لمحمد وائل لاحمد عماره، عماره 10 ثواني متبقيه على زمن الهجمه، عماره يروح لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عيسى ليونز رقم 2. فاول وخطا شخصي هنا واضح وصريح على عيسى ليونز. اوتسايد لصالح سموح، 14 ثانية زمن هجمة جديدة. المصري يسلم على طول لوائل بالهاند اوف، اخر 25 ثانية يسلم للمصري، واحد على واحد بالهوك بشماله لا يسجل، على طول خيري يلم في الديفنسيف ريباوند، جيف اند جو سريع لكن هنا مخالفة المشي بالكرة على مصطفى كيجو، تيرن اوفر ووكينج او ترافلينج او مخالفة المشي بالكرة على مصطفى كيجو، واوتسايد لصالح سموح. الباصات هنا سريعه، فص بريك نموذجي، قرار مظبوط يحتسب الكابتن محمود جمال. عماره يعدي عماره في الاول زاويه، يروح هجمه عن طريق كده لا يسجل، مروان سرحاني يلم في الديفنسيف ريباوند، يحاول معاها كده ويزقها بطريقه شيك قوي ابو النصر، لكن في الاخير تاتي معها زمن انتهاء احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 34-22. أعزائي المشاهدين الصراحة ما بين أحداث كورتر الثاني وكورتر الثالث نذهب فيها سريعا لاستوديو ونجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن هيثم السعيد، كابتن نبيل بخيت، كابتن محمد سراوة. الزميل العزيز كابتن هيثم السعيد إليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوف الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم مره ثانيه من قناه النادي الاهلي وصاله الامير عبد الله الفيصل، ونقل احداث كوارتر ثالث وكوارتر رابع في مباراه الاهلي وسموحه الجوله السابعه، اخر الجولات في مرحله الذهاب للدوره دوري الترتيبي.
لكرة السلة موسم 23-24 لستارت اللاين اب للنادي الاهلي. حتى هذه اللحظات هو عمر طارق البيج او، مروان سرحان، ابو النصر، ايهاب امين، وهنشوف الخامس هو عيسى ليونز، او عفوا مش ايهاب امين، هو عمرو الجندي. ستارت اللاين اب مرة تانية، عمرو الجندي، عيسى ليونز، مروان سرحان، ابو النصر، والبيج او عمر طارق. ده الستارت اللاين اب للنادي الاهلي. انتهت احداث كوارتر اول 21-16، احداث كوارتر ثاني 34-22. سجل النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني 13 نقطة، اما نادي سموحة سجل 6 نقاط. الجولة السابعة في ترتيب المرحلة الترتيبية زي ما قلت لحضراتكم، والاهلي مباراة مؤجلة مع الجزيرة ستقام ان شاء الله يوم الاربعاء القادم على صالة الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. الحيازة التبادلية لصالح النادي الاهلي. حكام اللقاء كابتن محمود جمال، كابتن خالد احمد، والحكم الاسباني اوريال اللي حكم دي تاني مباراة لي، الحكم المباراة الاولى ما بين الطيران ومصر التأمين، وهقول لكم ازاي. الحيازة للاهلي والاهلاوية، الزون ديفنس لنادي سموحة، عيسى ليونز يبدأ الهجمة، يسلم للجندي، الجندي لعيسى مرة تانية، يطلع له كده على الهاي بوست لكن يسلم في الاخير للجندي، الجندي لعيسى مره تانية، عيسى بيهايند باك ولا اروع، يباصي ولا اجمل، باك ليب مفيش اجمل من كده، ينجح في تسجيلها مروان سرحان. اولى نقاط احداث كوارتر ثالث لصالح الاهلي والاهلاويه. لعبه رائعه بداها عيسى انتهت عند مروان سرحان، باك ليب مفيش اروع من كده. بدايه الهجمه عند رؤوف صفواني، يسلم لمازن المصري، الهاند اوف مع عماره، عماره بيك اند رول مع المصري، يلف ويرتكز يروح لكن بلوك ولا اروع حاضر عند البيج او، والفاست بريك عند عيسى، عيسى على اوبن شوت لا يسجل في الفاست بريك، حاول معاها كده ابراهيم خالد تصل في الاخير لعيسى، عيسى مره ثانيه على الاوبن شوت ولا اروع، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. ثالث الثلاثيات لعيسى ليونز في الاون فاير توداي، عيسى ليونز ثلاث ثلاثيات نجح عيسى في تسجيله. رؤوف صفواني يسلم على طول للمصري، المصري تيرن اوفر كده وباد باص، مس كوميونيكيشن بينه وبين محمد وائل، والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. عيسى يعدي عيسى من محمد وائل، يسلم على طول لابو النصر، ابو النصر على زاويه ال 45 يعمل سكرين كده عيسى لعمر طارق، عيسى في الاوبن شوت المره الرابعه المره دي عيسى، اربع ثلاثيات عيسى ليونز ب 12 نقطه في الثلاثيات نجح في تسجيلهم عيسى ليونز النهارده. ثقه غير طبيعيه في اداء عيسى على 3 بوينت، ابراهيم خالد ينجح في الرد سريعا على طول ب 3 بوينت من هجمه لصالح نادي سموحه، ياتي مع الرد سريعا على 3 بوينت في الاوبن شوت زي ما حضراتكم شايفين كده في الاعاده، وتعود الكرة للنادي الأهلي. أبو النصر في الدرايف واحد على واحد يسلم البيج أو، البيج أو يروح على الباسكت لكن يتم اعتراضه. هنا كابتن خالد بيقول تيرن اوفر، مخالفة المشي بالكرة على عمر طارق. في تغيير، خرج عمر طارق، شوف نزل مين مكانه. الاوتسايد لسموحه. على طول محمد وائل او ميدو من تمان النادي الاهلي، تيجو عود لارض الملعب. وائل لصفواني، صفواني لوائل، وائل في درايف واحد على واحد يسلم للمصري، المصري جرب حظه على اوبن شوت في 3 بوينت قصيره لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عند عمرو الجندي، يسلم لعيسى ليونز، عيسى سكرين مع كيجو، بالري سكرين مره ثانيه، بيك اند رول مع كيجو، كيجو كان قاطع له كده واقف له على 45 عمرو الجندي وقاطع له من البيز لاين. ابو النصر يعني باصه كده اتلخبط، عمل ميس باس واوتسايد وترن اوفر على مصطفى كيجو. صفواني ياخد سكرين من المصري، يسلم لابراهيم خالد، ميدو لصفواني مره ثانيه، السكرين من المصري مره ثالثه، يروح صفواني يرتكز الكيك اوت عند وائل على الاوبن شوت 3 بوينت لا يسجل، كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم للجندي، الجندي لعيسى مرة تانية، عيسى عدى اوبن شوت عيسى ليونز لا يسجل، يحاول معاها كده لكن في الأخير فاول خطأ شخصي على
مصطفى كيجو رقم 10 من نادي الاهلي. كابتن خالد طبقا لاشارته رقم 10 خطا شخصي. يخرج عماره وينزل عزازي، يخرج المصري او عفوا يخرج المصري وينزل فوده، ويخرج صفواني وينزل عزازي. بدات الهجمه عند محمد وائل. وائل يسلم على طول لعماره. عماره يسلم بدوره لابراهيم خالد، الهاند اوف مع وائل لعماره مره ثانيه بالسكرين مع فوده. عماره في الوان ان وان، عماره في الدرايف واحد على واحد، لكن هنا اوت اوف بالانس كده. كابتن اوريول الاسباني يحتسب فاول عفوا يحتسب اوتسايد على نادي سموحه. عماره احمد عماره لعب للنادي الاهلي اكثر من موسم، اتذكر حضراتكم المواسم ايه بالظبط واقول لحضراتكم على طول. عمرو الجندي سكرين مع كيجو، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على فوده، احمد فوده رقم واحد طبقا لاشاره اوريل الاسباني. اوتسايد اهلاوي، ابو النصر يسلم لعيسى، عيسى بالسكرين، عيسى الهاند اوف مع الجندي، البيك اند رول لعيسى، عيسى على الاوبن شوت، عيسى على الاوبن شوت، عيسى على الاوبن شوت، خامس ثلاثيات عيسى ليونز ينجح في تسجيلها هذا اليوم لاحداث اللقاء، خمس ثلاثيات عيسى ينجح في تسجيله. ادي هنا ضغط من النادي الاهلي، يسلم على طول لعزازي، عزازي لسه مع الكوره، يتولى الكابتن النصر، يتعمل عليه الدبل تيم، يسلم لابراهيم خالد، ابراهيم خالد على اوبن شوت قصيره لا ينجح في التسجيل، الجندي على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لعيسى باللونج باص. عيسى لمروان سرحان في الدرايف واحد على واحد، مروان ينزل يتقمص زور اربعه، يلعب مره ثانيه ويطلع كيك اوت عند الجندي. لسه الجندي مع الكوره، محتفظ بالكوره، اخر الثواني في زمن الهجمه. عيسى ليونز يقلب الملعب على طول لمروان سرحان تحت الباسكت لكيجو، كيجو لكن هنا في الاخير يعترض عزازي بخطا شخصي وفاول. هنشوف الفاول على عزازي رقم 77. هنا الباص، ادي عيسى هنا خمس ثلاثيات، خمس ثلاثيات النهارده عيسى ليونز ينجح في تسجيل. رميتين حرتين وتو شوتس لصالح كيجو، مصطفى كيجو فري ثرو اول ينجح في تسجيله، 45 25 يتسع الفارق الى 20 نقطه او 21 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. كيجو على الفري ثرو الثاني والرمي الحره الثانيه وانتصاف احداث كوارتر ثالث لا يسجل، يلم على طول فوده يسلم لابراهيم خالد، يستلم مره ثانيه وائل او ميدو، محمد وائل، وائل يسلم لابراهيم خالد، السكيب باس عند عماره، عماره على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، كيجو يحاول معها لكن ما ينجحش في الديفنسيف ريباوند، يسلم لعزازي، عزازي يقلب لميدو، محمد وائل، وائل ياخذ السكرين لابراهيم خالد، الهاند اوف مع عزازي، عزازي يقف على الثواني الاخيره شوت لكن لا ينجح في التسجيل، فوده سكند شانس لا يوجد ريباوند عند النادي الاهلي، على طول يسلم للقاطع ابراهيم خالد ينجح في تسجيل نقطتين بدنك لابراهيم خالد في ظل غفله من الريباوند للنادي الاهلي. يقلب الملعب على طول عيسى لابو النصر، ابو النصر ياخذ نص الملعب على طول، يتقمص زور صانع الالعاب لكيجو، يبدا الهجمه للجندي، جندي باكس هنا الباك سبين روعه الروعه ينجح في تسجيل نقطتين للجندي بذكاء شديد جدا ويضيف نقطتين للنادي الاهلي، يوسع الفرق الى 21 نقطه مره ثانيه 48 27. هندوف على طول مع ميدو، يسلم لابراهيم خالد، ابراهيم لعزازي، عزازي لميدو، ميدو في درايف واحد على واحد يروح يصل لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند عند مروان سرحان، مروان سرحان لسه مع الكره، مروان يقف ويرتكز ويسلم لابو النصر، ابو النصر بدايه احداث الكوارتر الثالث الريتم بتاعها اسرع من احداث الكوارتر الاول والثاني. الهاند اوف مع الجندي، يسلم بيك اند رول مع كيجو، الكيك اوت في البيز لاين على طول عند مروان، مروان في الاوبن شوت لا يسجل، يلم فود على طول يسلم لعماره، عماره يهدى على ملعبه ويبدا الهجمه والست بلاي من اول وجديد. ميدو يستلم، ميدو لفوده، فوده وترن اوفر يلحق قبل الباك زون، لا لحق لكن الستيل حاضر عند كيجو، عيسى على اوبن شوت، عيسى على اوبن شوت لا يسجل، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على محمد ابو النصر، اوريال من اسبانيا يحتسب الفاول.
48 27 3 دقائق 43 ثانية أعزائي المشاهدين قناة النادي الأهلي على نهاية أحداث الكوارتر الثالث، وهذه اللعبة الأخيرة لعمرو الجندي بذكاء شديد جدا وتايم أوت يطلبه كوتش تامر مصطفى. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالإعداد ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. التايم اوت اللي طلبه الكوتش تامر مصطفى. اقول لحضراتكم سريعا كده، يمكن يتساءل بعض المشاهدين والمتفرجين يعني ازاي ما هو التحكيم المصري هو بيجيب حكام اجانب او الاتحاد بيجيب حكام اجانب. لا، هنا حاله مختلفه شويه، لان اوريول يعمل في مصر، قانون الاتحاد الدولي لكره السله بيقول ان لو في حكم ويقتل في احد دول غير دولته من ممكن الاستعانه به في البطولات المحليه حتى لا يفقد مستواه الفني او المردود الفني ليه في المباراه. لكن نرجع للمباراه مره ثانيه. صفوان بيطلع كيك اوت اكسترا باس هنا عند مازن عزازي، عايز يعدي من البيز لاين لكن اصطدم على طول بدفاعات قويه من الاهلي والاهلاويه. ميدو على اوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيلها في الاخير، ثلاث نقاط ينجح في تسجيلهم محمد وائل. ده الفارق الى 48 30، 18 نقطه هو الفارق. ابو النصر لكيجو، لابو النصر مره ثانيه، سلب للجندي، الجندي عيسى ليونز مان تو مان نادي سموحه، يسلم للجندي، الجندي 1 1 يطلع كيك اوت لابو النصر، ابو النصر على اوبن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول محمد وائل، لسه وائل اللي بالملعب الناحيه الثانيه لابراهيم خالد كابتن نادي سموحه ابراهيم خالد، يسلم بالهاند اوف لعزازي لمحمد وائل او ميدو لابراهيم خالد او عفوا صفواني، يسلم العزازي لابراهيم خالد مره ثانيه، اخر 10 ثواني في زمن الهجمه. صفواني صفواني درايف واحد على واحد يروح يصل ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق مره ثانيه ل 32 48 لصالح الاهلي والاهلاويه. 16 نقطه هو الفارق. 3 بوينت لمحمد وائل. هجمه للنادي الاهلي. عيسى ليونز يسلم للجندي، الجندي في الاوبن شوت في الاربع ثواني الاخيره لا ينجح في التسجيل، صفواني على طول في الديفنسيف ريباوند، صفواني في الاول ذا واي راح وصل لكن يتم اعتراضه بخطا شخصي وفاول على محمد ابو النصر رقم 23 من النادي الاهلي. تو شوتس لرؤوف صفواني ورميتين حرتين، مهيب يعود الى ارض الملعب بدلا من مروان سرحان بتغيير يجري السنيور اوجوستي، وايضا يعود ايضا الى ارض الملعب بدلا من عمرو الجندي سيف سمير. صفواني على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 15 نقطه بعد ما كان 21 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. اخر دقيقه 51 ثانيه متبقيه بعمره احداث الكوارتر الثالث، فري ثرو ثاني ينجح في تسجيلها صفواني. محمد وائل هيتم تغييره من قبل كوتش تامر مصطفى، هينزل مكانه احمد عمر. تواجد ايضا ايهاب امين يعود الى ارض الملعب، 1 2 1 1 البريس فول كورت من نادي سموحه، يقلب الملعب على طول ايهاب امين لمهيب، مهيب في درايف واحد على واحد لكن هنا في فاول وخطا شخصي على فوده رقم واحد. اوتسايد كوتش تامر مصطفى بيطلب من لعيبته المان تو مان الدفاعات. عيسى ليونز، عيسى لسه عيسى ياخد سكرين لكيجو، كيجو يقلب الملعب في البزاين على الاوبن شوت لمهيب لا يسجل، تراي كده من مهيب لكن يلحق في الاخير صفواني ويسلم الكره لعماره.
عمر هيبدا الهجمه لنادي سموحه اخر دقيقه 27 سنه متبقيه في عمر الكوارتر الثالث. عمر بالسكرين مع فوده لكن هنا في فاول وخطا شخصي على رقم 14 احمد مهيب من النادي الاهلي. اوتسايد لصالح سموحه. يخرج فوده ينزل مازن المصري رقم 32. ده اوتسايد. عمارة هيطلع الاوت. يسلم لابراهيم خالد. ابراهيم لمازن المصري. مازن يبحث عن صفواني. سلم صفواني في الوان ان وان. صفواني لسه صفواني جاله سكرين مازن المصري بيك اند رول. المصري يروح على الباسكت لا يسجل. يلم على طول كيجو يطلع على طول لعيسى. عيسى في الفاست بريك. عيسى في الدرايف واحد على واحد يروح لكن لا يسجل. يلم على طول كده احمد عماره في الاول زاويه عماره لكن دفاعات قويه من كيجو. يسلم لعزازي على اوبن شوت لا يسجل. يروح على طول للبوب ايهاب امين. ايهاب اخر 50 ثانيه بيطلب الهدوء. يكمل الهجمه الاخيرها يلعب على 24 ثانيه 48 34. عيسى ليونز. عيسى بيكندرول مع كيجو. كيجو راح لكن لا يسجل ولا ينجح في التسجيل لكن ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي بتو شوتس ورميتين حرتين. كندرول نموذج وهنا الفاول وخطا على ابراهيم خالد رقم 23. وعشرين 38 سنه متوقعه على نهايه احداث الكوارتر الثالث. فري ثرو اول لكيجو ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لمصطفى كيجو. لا يسجل. ترايك كده ومحاوله الريباوند من سيف سمير لكن في الاخير عماره ينجح في الحصول على الكره في الديفنسيف ريباوند. عماره الثواني الاخيره في عمر احداث الكوارتر الثالث لكن السير روعه من عيسى. يسلم على طول للبوب ايهاب امين. ايهاب ايهاب امين لسه ايهاب مع الكره. اخر الثواني في زمن الكوارتر الثالث. عيسى ليونز لايهاب امين. يهب السكرين مع كيجو. بيك اند رول لكيجو. وصل كيجو. نجح كيجو في تسجيل نقطتين ولا اروع عشان تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 51-34 على نادي سموحه. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع ونعود اليكم فيها سريعا فلا تذهبوا بعيدا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفصل الاخير والكوارتر الرابع في مباراه الجوله السابعه ما بين الاهلي وسموحه من صاله الامير عبد الله الفيصل. والهجمه لصالح سموحه في الحيازه التبادليه. دبل تيم كده على مازن عزازي تصل في الاخير الى احمد عماره. ايهاب امين مصطفى كيجو سيف سمير احمد مهيب وعيسى ليونز ده الخماسي اللي بدا بيه بالسنيور اوجوستي. بدايه احداث الكوارتر الرابع وخطا شخصي وفاول على كيجو يحتسبه اوريال من اسبانيا. وتو شوتس لصالح فوده. فوده احمد عماره ميدو رؤوف صفواني مازن عزازي ده الخماسي اللي بدا بيه كوتش تامر مصطفى لنادي سموحه. فري ثرو اول رمي حره اولى لاحمد فوده ينجح في التسجيل. 51-35 لصالح الاهلي والاهلاويه. 16 نقطه هو الفارق. فري ثرو ثاني ينجح في التسجيل. دي الفارق الى 15 نقطه. فكر اعزائي المشاهدين حضراتكم بانتهاء نتيجه الكوارتر الثالث 51-34 لصالح النادي الاهلي. مهيب ضغط من نادي سموحه يسكيب باص على طول عند عيسى ليون. يسلم في الاخير الى سيف سمير. سيف سيف في الوان ان وان. سيف يقلب الملعب على طول لعيسى. عيسى لكن المره دي يلحقه مازن عزازي قبل ما يشوط 3 بوينت. وادي بيك اند رول ثاني يسلم لسيف سمير. تراي على الباسكت لا يسجل. يلم عماره على طول في الديفنسيف ريباوند. يبدا عماره الهجمه ويسلم لميدو لعماره مره ثانيه. ياخد سكرين من فوده. عماره في الوان ون. عماره راح وصل نجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سموحه. عماره تقدر تقول واحد من الكي بلاير او مفاتيح اللعب للكوتش تامر مصطفى في احداث هذه المباراه. عيسى ليون يسلم على طول لسيف سمير تحت الباسكت في الوان ون. حاول يلعب واحد على واحد معاه صفواني. يطلع لكيجو يقلب على طول لعيسى مره ثانيه. عيسى يعدي ما بين الاثنين روعه الروعه. يروح يصل ينجح في الاخير الحصول على فاول وخطا شخصي برميتين حرتين للصالح عيسى ليونز. شوفها مره ثانيه كده
اعتقد هنا الفاول على رؤوف صفواني رقم 9، لكن في الاخير فاول وخطا شخصي برميتين حرتين لصالح عيسى ليونز. حوار كده ما بين كوتش تامر مصطفى وكابتن محمود جمال الحكم الاول، والتو شوتس لصالح عيسى ليونز. عيسى والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. عيسى والفري ثرو الثاني والرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. في تغيير هيخرج عيسى بعد ما ادى مباراه 5 ثلاثيات نجح في تسجيلهم، وينزل مكانه عمرو الجدي. طبعا اصابات متواجده في الدرجه الاولى، هو يوسف المعداوي وعمر عزب وعمرو زهران رباط الصليبي ومؤمن خير اللي حاضر المباراه شارك في قدم في مشط القدم. ميدو سلامات طبعا لاعبتنا وان شاء الله يرجعوا الملاعب مره ثانيه. فاول خطا شخصي، شوف على مين الفاول، على عمرو الجندي طبقا لاشاره كابتن خالد، كابتن خالد احمد الحكم الثاني، الفاول والخطا الشخصي على عمرو الجندي. الاوتسايد لسموحه 8 دقائق 24 ثانيه 53 38 لصالح الاهلي والاهلاويه. اوتسايد يستلم على طول فوده بالهاند اوف مع ميدو، ميدو في الدرايف يعلق لفوده، فوده يلف ويرتكز لكن هنطلع كيك اوت لعماره، عماره في الدرايف واحد على واحد يروح، لكن هنا دايف وروعه الروعه التغطيه الدفاعيه او الكفرنج من عمرو الجندي، يقلب على طول الفاص بريك، الكيك اوت عند البوب، البوب في البيز لاين يسلم على طول لمهيب، مهيب على الاوبن شوت، مهيب بيقول لها خلاص فكي بقى شوت كتير وما جيتيش، ابتدت تجيب دلوقتي اولى الثلاثيات لاحمد مهيب ينجح في تسجيلها في بدايه احداث الكوارتر الرابع. مان تو مان النادي الاهلي. ميدو يسلم لعماره، عماره في الدرايف واحد على واحد يروح لكن بلوك من كيجو، يلم على طول صفواني، صفواني سكند شانس لكن في الاخير ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي على ايهاب امين رقم 4. تو شوتس طبقا لاشاره اوريال من اسبانيا. تغيير عمر طارق البيج او بدلا من مصطفى كيجو. تو شوتس ورميتين حرتين لصالح رؤوف صفواني. في تغيير ثاني هيخرج عزازي وينزل مكانه رقم 35 نور طلال. فري ثرو اول رميه حره اولى لرؤوف صفواني ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لرؤوف صفواني 56-39 7 دقائق 40 ثانيه متبقيه على نهايه احداث المباراه والكوارتر الرابع. فري ثرو ثاني او رميه حره ثانيه ينجح في تسجيلها ايضا. في تغيير في صفوف نادي سموحه، خرج ميدو، شوف نزل مكانه مين، نزل مكانه ابراهيم خالد رقم 23. سيف سمير يستلم في البيز لاين على طول عند الجندي، الجندي بالسكرين مع سيف، عدى الجندي هوش حلو قوي راح بالفلوتر شوت لا يسجل، يلم على طول صفواني يطلع على طول لابراهيم خالد، ابراهيم خالد في الفاص بريك لكن الاهلي ينجح في ايقاف الفاص بريك ويلعب سموحه السيت بلاي. ابراهيم خالد في الوان ان وان السكيب باس على طول عند فوده، فوده في الاوبن شوت 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول سيف سمير في الديفنسيف ريباوند لكن الكره حائره في اللاست تاتش طبقا لاشاره كابتن خالد تلمس سيف سمير واوت سايد لصالح نادي سموحه. اوتسايد لسموحه 14 ثانيه جديده زمن الهجمه. صفواني يسلم لعماره، عماره سكرين مع فوده، عدى عماره لسه عماره مع الكوره، عماره ستيب باك كده ويشوط ميديم شوت ينجح في تسجيلها احمد عماره. ده الفارق الى 16 نقطه او عفوا 14 نقطه 56-42. ايهاب امين ضغط من نادي سموحه، مهيب لسه مهيب مع الكوره سلم للبيج هو عمر طارق لمهيب مره ثانيه، مهيب على الاوبن شوت في 3 بوينت ثاني الثلاثيات احمد مهيب ينجح في تسجيلها
احمد مهيب في المكان والمعاد المظبوط، ثلاثيتين ولا اروع، تقدم ولا اجمل للاهلي. صفواني لسه صفواني، لكن هنا جامبول والحيازه لسه الكوره ما تصفرتش، تروح على طول لصفواني لاحمد عماره، عماره على اوبن شوت ينجح في الرد سريعا. احمد عماره زي ما قلت لكم واحد من اهم الكي بلاير عند كوتش تامر مصطفى، يمكن الفتره اللي فاتت وما لعبش مع نادي سموحه في المرتبط لانه كان مصاب وعاد مره تانية للفريق بعد شفائه. الجندي لعمر طارق، عمر طارق لسه عمر طارق دبل تيم، عمل سكيب باس عند مهيب، مهيب ينجح في الحصول على فاول خطا شخصي على ابراهيم خالد، وثلاث رميات حره لاحمد مهيب. ست نقاط سجلهم في احداث الكوارتر الرابع احمد مهيب من ثلاثيتين، واحده من البيس لاين مطرح الفاول الاخير، وواحده من زاويه 45، ثلاث رميات حره لاحمد مهيب. خمس دقائق 51 ثانيه شوفها مره ثانيه، وهنا الفاول والخطا الشخصي على ابراهيم خالد كابتن نادي سموحه. فري ثرو اول لم يسجلها احمد مهيب، رميه حره ثانيه لمهيب او فري ثرو ثاني احمد مهيب ينجح في التسجيل. فري ثرو ثالث ورميه حره ثالثه لاحمد مهيب. ينجح ايضا في التسجيل. بدايه الهجمه عند احمد عماره من نادي سموحه، 61 45 لصالح الاهلي والاهلاويه. ابراهيم خالد بالسكرين مع فوده يسلم على طول لصفواني، بساط سريعه تنتهي عند عماره. عماره يسلم لصفواني في البيز لاين، يلحقه على طول مهيب، يلف ويرتكز ويسلم على طول لطلال، طلال على الميديم شوت لا يسجل. الجندي على طول في الديفنسيف ريباوند حاضر، يسلم للبوب ايهاب امين بالبيهايند باك كده عادي، يقلب الملعب على طول مهيب في الاوبن شوت من البيز لاين لكن لا يسجل، يلم على طول فوده يسلم لعماره، عماره في الاول زاويه يروح لصفواني، صفواني في الباك لاي بينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سموحه. بداية الفارق إلى 61 47، انتصاف أحداث الكوارتر الرابع. خمس دقائق مروا وخمس دقائق قادمة هي الخمس دقائق الأخيرة في عمر الكوارتر الرابع والمباراة. سكرين من البوب للبوب هبمي، يقلب الملعب في البيز لاين على طول عند الجندي، الجندي في الأوبن شوت ولا أروع، ينجح في تسجيل ثلاثية هي الأجمل. ثلاث نقاط لعمر الجندي يوسع الفارق إلى 64 47. عماره من سموحه يسلم على طول لابراهيم خالد لعماره مره ثانيه، عماره يشوط وياتي الرد سريعا للمره الثالثه، احمد عماره ينجح في تسجيل ثلاثيه ثانيه او 3 بوينت ثاني. ادي الثلاثيه لعمرو الجندي اللي رد عليها عماره في الهجمه الماضيه. لسه الهجمه عند النادي الاهلي لمهيب، مهيب في الوان ان وان بيحاول يعدي كده بمهارته، لسه مهيب، مهيب واحد على واحد عدى، نجح انه ياخد فاول وخطا شخصي احمد مهيب. ادي 3 بوينت هنا لعماره اللي نجح في الرد عليها سريعا، ودي ثالث مره 3 بوينت للنادي الاهلي يرد عليها احمد عماره. يخرج سيف وينزل ابو النصر. يتبقى اللي ما يشاركش حتى هذه اللحظات في المباراه من النادي الاهلي هو عمر عماد، وادي نشوف بس 3 بوينت دي مع ابو النصر لكن لا يسجل، يلم على طول فوده زي ما قلت لحضراتكم اللي ما شاركش حتى هذه اللحظات في احداث المباراه بالنسبه للنادي الاهلي هو عمر عماد لاعب تحت 20 سنه المسمى بوجوتزيلا. وادي 3 بوينت من ابراهيم خالد ينجح في تضييق الفارق الى 11 نقطه 64 53، اخر ثلاث دقائق و50 ثانيه متبقيه من عمر المباراه. الجندي تعمل عليه دبل تيم كده لكن طلال نور طلال ياخد يرتكب امامه خطا شخصي وفاول رقم 35 زي ما كابتن خالد كده شفناه. ادي هنا الفاول مره ثانيه، شكرا لمخرجنا على الاعاده. بدايه الهجمه عند ايهاب امين، ايهاب لسه ايهاب حاول يعدي قبل الدبل تيم، عمر طارق يروح لكن ترن اوفر كده واو، والكره تقول الى نادي سموحه. فص بريك سريع عند طلال، طلال يسلم لصفواني، صفواني لابراهيم خالد، ابراهيم خالد سلاح 3 بوينت لكن هنا في فاول وخطا شخصي
على البيج او عمر طارق يحتسبه الكابتن اوريال، والاوتسايد لصالح نادي سموح. 64-63 ده الفرق الى 11 نقطة. اوتسايد لسموحة. مان تو مان النادي الاهلي. استلم على طول نور طلال، يسلم لعمارة. عمارة لابراهيم خالد، هيلجا نادي سموحة الى 3 بوينت كحل لتضييق الفارق. وادي ميديم شوت من ابراهيم خالد ينجح في تسجيل نقطتين يدافع معاها الفارق الى 9 نقاط. 64-55 9 نقاط ده الفارق بعد ما كان 21 نقطة لصالح النادي الاهلي. مان تو مان نادي سموحة. عمرو الجندي. الجندي في درايف واحد على واحد يعلق لعمر طارق، عمر طارق يروح لكن هنا يتم احتساب خطأ شخصي وفاول لصالح عمر طارق. تو شوتس لعمر طارق. دقيقتين 50 ثانية متوقعة لنهاية أحداث الفترة الرابعة والكورت الرابع والمباراة. عمر طارق والبيج أو على الفري ثرو الأول. رمية حرة أولى ناجحة أو فري ثرو أول ناجح لعمر طارق. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لعمر طارق. ينجح في التسجيل، يعود الفارق إلى مرة ثانية إلى 11 نقطة. عزاز يعود إلى أرض الملعب بدلا من نور طلال في تغيير جريك. كوتش تامر مصطفى مدير فني نادي سموحة. بداية الهجمة عند نادي سموحة. أحمد عمارة. عمارة يسلم على طول لصفواني لعمارة مرة ثانية. ياخد سكرين من فودة لكن هنا فاول وخطأ شخصي على أحمد مهيب. كوتش اوجوستي يجري تغيير، يخرج مهيب وينزل مروان سرحان. وتو شوتس لعمر. احمد عماره والفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى. احمد عماره ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية. أحمد عمارة لا يسجل، يلم إيهاب أمين على طول. ده الفرق إلى 10 نقاط لصالح الأهلي والأهلاوية. مروان سرحان يسلم لإيهاب أمين مرة ثانية. إيهاب لسه إيهاب يسلم للجندي. الجندي بالسكرين مع لسه الجندي في درايف واحد على واحد. راح الجندي لكن ينجح في الحصول على فاول وخطأ شخصي برميتين حرتين وفاول على إبراهيم خالد رقم 23. تو شوتس ورميتين حرتين لعمرو الجندي. الجندي على الفري ثرو الأول الرمية الحرة الأولى. دقيقتين 16 ثانية. 67-56 11 نقطة والفارق لصالح النادي الأهلي. فري ثرو أول ينجح في التسجيل، يوسع الفارق إلى 12 نقطة. فري ثرو ثاني لا يسجل لكن خلاص مش هيتم إعادتها لأن أحد لاعبي النادي الأهلي دخل قبل الكرة ما تلمس الرينج أو الحلقة. عمر يبدأ الهجمة لنادي سموحة. اخر دقيقتين في عمره احداث الكورت الرابع والمباراه. صفواني يسلم على طول لمازن عزازي بالسكرين مع فوده. عدى يقلب الملعب الناحيه الثانيه عند ابراهيم خالد. ابراهيم في درايف يتصل الى صفواني لكن ترن اوفر كده ويلحق ايهاب امين بالبيز لاين. ايهاب يروح في الباك لاب ايهاب لكن ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي برميتين حرتين وتو شوتس والفاول على رؤوف صفواني رقم 9. تيرن اوفر عمله فوده لحق ايهاب امين عمل باك لاب وهنا اعترضوا صفواني بخطا شخصي وفاول ورميتين حرتين. فري ثرو اول ورميه حره اولى للبوب ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لايهاب امين.
ينجح ايضا في التسجيل. توسع الفارق الى 56 سموحه 70 النادي الاهلي. 14 نقطه يعود الفارق مره ثانيه لصالح الاهلي والاهلاويه. رؤوف صفواني ياخد سكرين من فوده. صفواني لسه مع الكره. يسلم لابراهيم خالد لصفواني مره ثانيه. عدى صفواني في ال1 ان 1 سلم لفوده. فوده يهوش يروح يرتكز لكن تخطيط وكفر دفاعي كده الهلب ولا اروع من عمرو الجندي. يبدا الهجمه بعد ستيل عمرو الجندي. ايهاب امين يسلم للجندي. لسه الجندي يسلم للبوب. ايهاب السكيب باس عند مروان سرحان. مروان في الدرايف من البيز لاين لكن هنا في الاخير يرتكب معاه فاول وخطا شخصي على مازن عزازي رقم 77. اخر دقيقه 18 ثانيه من عمره احداث الكوارتر الرابع والمباراه. رميتين حرتين وتو شوتس لصالح مروان سرحان. مروان الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لمروان ورميه حره ثانيه. ينجح ايضا في التسجيل. يخرج احمد عماره او ده تايم اوت عفوا تايم اوت يطلبه كوتش تامر مصطفى. كده بفوز النادي الاهلي يحصل على نقطتين يصبح في رصيده 12 نقطه وتبقى لها زي ما قلت لحضراتكم مباراه مؤجله امام نادي الجزيره ان شاء الله تقام يوم الاربعاء القادم في صاله الامير عبد الله الفيصل. اما نادي سموحه فهو الان في المركز الخامس ويصبح عنده 9 نقاط بست مباريات لعب 7 مباريات لعب 2 فوز و5 هزيمه. اما النادي الاهلي يصبح في جعبته 6 مباريات لعب و6 فوز. تعليمات كوتش او السنيور اوجوستي ان شاء الله بدايه الدور الثاني للمرحله الترتيبيه هيتم يوم الجمعه 1/3/2024 وهينتهي يوم 19/3/2024. التوقف ده للتصفيات الافريقيه التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا. كل التوفيق والتمنيات الطيبه للمنتخب القومي ولاعبتنا والكوتش هنريك رودل المدير الفني الجديد اللي تم التعاقد معاه من قبل الاتحاد المصري لكره السله. كل التوفيق طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وايضا كابتن محمد غزاوي عضو مجلس الاداره. متواجدين ايضا مؤازره فريق كره السله. ضغط من النادي الاهلي اخر دقيقه و18 ثانيه يستلم على طول عماره. عماره حاول عدي من الضغط قبل الثمان ثواني عدى فعلا قبل الثمان ثواني. عماره واحد من نجوم اللقاء لنادي سموحه لكن هنا في فاول وخطا شخصي على مروان سرحان. كابتن محمود يحتسب الفاول على مروان سرحان رقم 6. تو شوت صورة 200 حرتين لابراهيم خالد. فري ثرو اول او رامي حره اولى لابراهيم ينجح في التسجيل. 57-72 اخر دقيقه متبقيه في عمره احداث المباراه. فري ثرو ثاني لابراهيم خالد ينجح ايضا في التسجيل. 58-72 14 نقطه والفارق. يضغط نادي سموحه لونج باص كده على طول للجندي بالسكيب باس لابو النصر ترجع تاني في الميدل عند ايهاب امين. ايهاب بالسكرين عدى ايهاب لكن هنا في فاول وخطا شخصي على فوده رقم 1. اوري الاسباني يحتسب الخطا الشخصي على فوده. تو شوتس احمد فوده وتو شوتس لايهاب امين. يخرج فوده اعتقد خرج 5 فاول. 5 فاول احمد فوده يخرج 5 فاول. 52 سنة متبقية. ينزل طلال نور طلال يعود إلى أرض الملعب رقم 35 بدل من أحمد فودة رقم 1 اللي ارتكب 5 أخطاء شخصية وخرج لارتكابه 5 أخطاء شخصية. إيهاب أمين على الفري ثرو الأول. إيهاب والفري ثرو الأول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثانية ورمية حرة ثانية لإيهاب أمين. ينجح ايضا في التسجيل.
74 58 لصالح الاهلي والاهلاويه. ضغط من النادي الاهلي في الثواني الاخيره. احمد عمارة يعدي قبل الثمان ثواني، يسلم على طول لصفواني. صفواني بالسكرين مع طلال، يقلب الملعب لابراهيم خالد بدوره يقلب ويرجع الكره لصفواني. صفواني على 3 بوينت عايز يشوط ولا هيعمل البنتريشن. صفواني غير اتجاهاته ويروح على الباسكت، لكن لا يسجل من طلال. يعمل السكند شانس لكن ينزل كده على اللاين اوت اوف باوند او دايس على اللاين وتروح اوت سايد لصالح النادي الاهلي. واحد وثلاثين ثانية متبقية على عمر المباراة. تقدم النادي الاهلي خلاص ارتضى الفريقان زي ما حضراتكم شايفين بنتيجة اللقاء والفير بلاي وفوز النادي الاهلي في المرحلة الترتيبية والجولة السابعة على نادي سموحة 74-58. مبروك النادي الاهلي، حظ اوفر نادي سموحة، يعتلي النادي الاهلي القمة برصيد 12 نقطة، ثم سموحة يزيد نقطة وحيدة للمركز الخامس من 8 نقاط يصبح 9 نقاط. وان شاء الله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله هنكون مع موعد مع الأهلي والجزيرة في المباراة المؤجلة بتاريخ 26/1. أعزائي المشاهدين مبروك مرة تانية وتالتة للنادي الأهلي، حظ أوفر لنادي سموحة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، والآن سريعا ننتقل إلى الاستوديو التحليلي بقيادة الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن سلعوة وكابتن نبيل بخيت. الزميل العزيز كابتن هيثم السعيد إليك الميكروفون.